الشرطة تستعين بالذكاء الاصطناعي للقبض على المجرمين. إصابة 23 مجندا في السويد بفيروس كورونا. مزيد من الطقس الصيفي المشمس. ديمقراطي السويد الحزب الوحيد المؤيد لارتداء الكمامة في السويد. كورونا تصاعب إعادة السويديين المتوفين في الخارج. إيجاز أكثر، أخبار السويد بإيجاز. حصلت الشرطة السويدية على الموافقة للبدء في استخدام تقنية التعرف التلقائي على الوجوه في تحقيقاتها، والتي تسهل إمكانية تمييز الوجوه التي التقطت بواسطة كاميرات المراقبة. أصيب 23 مجندا في الجيش السويدي بفيروس كورونا بعد مشاركتهم في تدريب عسكري في مدينة أوميو، وتم عزل المصابين في سكن خاص للحد من انتشار العدوى. توقع معهد الأرصاد الجوية استمرار الطقس الصيفي المشمس ودرجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء السويد خلال الأسبوع الحالي، مع احتمال أن يصبح غير مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع. أظهر استطلاع جديد أن حزب ديمقراطي السويد هو الوحيد من بين أحزاب البرلمان الذي يؤيد ارتداء الكمامة في السويد، بينما عبرت الحكومة عن عدم رغبتها التدخل في هذا الأمر وترك القرار للسلطات المختصة. أدى إلغاء العديد من الرحلات الجوية والخوف من انتشار العدوى خلال وباء كورونا إلى صعوبة في إعادة السويديين الذين فارقوا الحياة خارج البلاد في توابيت من أجل دفنهم في السويد، وخاصة من الدول خارج الاتحاد الأوروبي. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.